بس لك انا بس معصوم كلوة تحيني تسبلي وحبيت في بشر في راسي كل الليل مش خليني انا تسمع صوت رجال مسلسع بيقول لي يا دلمي يا ويشن يا مريني يا مرسالي تصبي بسمع صوت ست خلف بشرة حميد من كل الليل يا ماي يا جبل يا اللي عايش في الجنة وعايش في النار لا طايب سما ولا طايب أرض أصوات هيدي بتزمرني. اليوم معنا بلا نعرف اكثر مخرج وممثل صاعد الشاب حسين خاتون. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. انا تفاجأت قد ايه انت صغير. عن جد كنا عم نتواصل عبر التليفون وما عرفت بالضبط قد ايش عمرك. برغم من هيك كنا عم نتحدث وكان حديثك هيك في بقلبه هم وطني حسين. في بقلبه حدا يعني حامل فكره المسرح على ظهره، حامل فكره انه قضايا هذا البلد ثقافيا كمان على ظهره، فهذا شيء يعني ادفانتج بتجربتك وبحياتك. أهلا وسهلا فيك بالجديد وبفقرتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. بالبداية بدي صباح جميع المشاهدين وعليك وشكرا كثير على استضافتكم. مثل ما قلت بالضبط يعني مثل ما بنشوف نحن دائما في تغييب للثقافة خصوصا بهالثلاث سنين كان صعب الواحد يعمل مسارح، صعب الواحد يفوت يعمل أنتج فيلم أو يشارك خصوصا بمنطقتنا بالجنوب. للأسف فيش ولا دور عرض سينما، في مسرح واحد هو مسرح اسم اسطنبولي بسور. لا. هو الوحيد، هو مسرح مجاني بس مثلا ما بنشوف عروض مسرحية بتيجي بتعرض فيه، ما بنشوف عروض مسرحية بتيجي بتتم فيه، وحتى طرح المواضيع عندنا بجنوب صعب. لا. صعب اجي انا انتقد حدا سياسيا على المسرح، صعب اجي انا انتقد حدا افكار اجتماعية على المسرح. يعني بمسرحيتي حاولت اعرض هذه الافكار بطريقة مبطنة شوي، اضطريت اهرب بدل ما انا اخبط دغري على هذا الموضوع، اضطريت اروح اقول الجأ للشمس لعبر عن الوضع، الجأ للنمل لعبر عن الوضع، يعني بدل ما انا احط مباشرة يعني بطرق رمزية. طب حسين بس ليش عندك هذه الفكرة؟ انت نحن عم نشوف صور على فكره، نحن عم نحكي نحن وياك، هيدا الصور اللي عم نشوفها فيك تعلق عليها، هيدي من المسرحيه الاخيره. ايوه هيدي من المسرحيه الاخيره، هيدي من نعم مسرحيتك اللي اسمها عاقل بس فاكر حاله مجنون. هيدي بالعاميه صح؟ عاقل بس فاكر حاله مجنون. هي المسرحيه مقتبسه من مسرحيه المهزله الارضيه للكاتب يوسف ادريس. نعم. هي المسرحيه بتعرض افكار الانسان كيف هدفه ياكل ويتوسع، كيف هدفه يضل يبقى البقاء للاقوى، فكره البقاء للاقوى، فكره انه الانسان كمان طول عمره بضل عم يشتغل كرمال نظام راسمالي او نظام اجتماعي معين مفروض عليه، هو اخر شيء بقى عم يحقق شيء من انجازات، في ناس هي اللي عم تربح، هي المستفيده. نعم. هلا انا بتوليف بس لحظه قبل ما نفوت على هيدي التوليفه وعلى اقتباسك بالمسرحية قبل كنت عم تقول عن الثقافة بشكل عام بالوطن وميلت على الثقافة بالجنوب، وأنا بهمني شوي على هذا الموضوع كوني أنا كمان جنوبية وبهمني هذا الشيء. مين بيقول أنه ما فيك تقول الأشياء مثل ما بدك على المسرح؟ هل منعت بشكل مباشر ولا أنت عم تتوقع؟ هو مش فكرة أنا منعت، هو فكرة لأنه الجو. لأنه أنا بعرف فينا نقول، أنا بوقف على منبر بقول بدي إيه. أكيد بس مش مثلا فيش اضطرق كتير، يعني مثلا في قصص من المحرمات. بس أنت محرمة ولا حدا محرم عليك؟ مش أنا محرمة، في حدا محرمة يعني بس يعني أنت بتعرف الوضع بالجنوب بشكل عام. حتى مثلا يعني بتشوفي مثلا شباب من عمري أصغر حتى شوي بيخافوا يحكوا، يمكن ما يحكوا اصلا، يمكن مخلين فكره انه هيدا المسارح. يمكن بعض بالجامعات اذا بيدرس فن بالجامعات بيشوف انه بعض الناس بنحط غنيه بقلب الجامعه بيهربوا بيطلعوا لبرا. نعم. بالنسبه لهم هيدا غلط، مع انه هو هن عم يدرسوا فن. بتلاقي حدا اصلا بيطلع على المسرح ما في يعمل على الحركه، ما في يعمل لك شيء، وهيدا المسرح عيب مثلا، مثل المسارح اللي الناس بتخاف تلعب بالمسرح العبثي او المسرح البرشتي، ممكن في ناس كثير ما بتعرفه. نعم. فإذا أنت عم تقول أنه حتى ثقافة المسرح ببلادنا أو بمنطقتنا بالجنوب بعدها شوي منا عامة، يعني الناس في بعض الناس بتخاف من فكرة مسرح، أو إذا أبنا قال أنه أنا بدي أدرس مسرح أو تمثيل بالضبط بتقول له شو؟ بالضبط بفكروا أنه رايح لشي غلط أو رايح أنه حينحرف أو شي هيك، الأغلب هيك بفكر. طب أنت ليه قررت تنحرف؟ شوف ليه رحت على المسرح؟ لأنه المسرح بقدر أعبر فيه عن أفكار بدون ما حدا يقول لي شي، بقدر بطن الأفكار، بقدر وصل. أنا بالبداية يعني من أول بلشت الأزمة بلبنان كان عندنا خوف لنحن نعبر، أو إذا عبرنا حدا يجي يسكتنا، وشفنا اللي صار بالمظاهرات وهيك. أنت من الناس اللي نزلوا على المظاهرات ب 17 تشرين؟ طبعاً. بمنطقة سور، يعني بنعرف قد ايه منطقة سور منطقة يعني مأخوذة مسلوخة مسروقة، يعني إذا ما بدنا نعمم بس، وبنعرف إنه خربته والسلطة نزلت
بلطجيتها وحاولت يعني تضبطكم او حاولت تحبس منكم الناس. فهيك نحن بالنسبه لنا المسرح هو اكثر المفروض يكون اكثر فن قريب للشعب، يعني مثل ما عمل دراد لحام بفترته الاولى انه كيف كان عم يوصل افكاره النقديه للسلطه من خلال المسرح. بس موافقه السلطه، انتبه، دراد لحام قال الاشياء بموافقه السلطه، يعني لما حدا يقول لك انت طلع على المسرح قول اللي بدك اياه لهون تنفيسي، ما فيك تطلع من هون، يعني كانه الواحد بفكر حاله حر بس هو عمليا بقلب الحرية مسجون. مزبوط. أي بس أنت قلت اللي بدك إياه بهذه المسرحية اللي اسمها عاقل بس مفكر حاله مجنون. قلت اللي بدك إياه حتى لو بطريقة رمزية قلت. هلا وصلت إيه، وصلت بعض الأفكار، يعني وصلت فكرة كيف الإنسان مثل ما قلت إنه دائما في حدا متحكم فيه، دائما هو مش هو اللي مثل بقوله هو مخير ابدا، لو هو مخير كان عمل اللي بده اياه، بالعكس انه ما بتوصل لمحل، بضل في حدا مستفيد على ظهرك. وحكيت شوي عن فكره الصايره في المنتشر الجديد، حكيت شوي عن فكره الدولار، عن فكره كل الشباب هلا اللي بعمره هم ينزلوا على الطريق عندنا بالشارع ويوقفوا ويصرفوا، وفي تغيب عن هذا الموضوع، يعني مثلا ما في حدا عم ينزل يقول انه تفضل لك في شباب بين هالعمر عم ينزلوا يعملوا هيك، يعني حولوا جيل كامل الى صرافين. طبعا صرافين، وفي ناس عم تشتغل صارت كله صار بالشغل طاقة شمسية، كله صار بده يشتغل بشيء بالدولار، شيء خاصه اي شيء، يعني مثلا حتى بشوف شباب من عمري قاعدين عم شيء خاصه بالبيتكوين والكريبتو والعمله النقديه كله قاعد عليها، حتى في ناس بالجامعات مثلا مراهنات على المهرجانات الفوتبول على الخيل. ايوه على الخيل وعلى القصص على القمار، فكله هيك عم يروح على الايزي ماني، ما عم يروح ليتعب ليثابر، ما في طموح. يعني حتى في شيء منتشر عندنا نحن بجنوب، هو واحد يطلع افريقيا يعمل له شيء ويجي يحاول من الشجرة. ايوه ما هو في قتل للطموح. نعم. فيش فمن يعني ما تكون في ثقافه وفي هذا اذا فيها هالقد ايزي ماني بالنسبه لهم، ودائما بتاخذ على جنب انه هو بلد من البلاد الاكثر غناء بلبنان واللي فيه كثير مصاري، صح في مناطق فيها كثير مصاري بس في مناطق عن جد ما فيها تاكل وعم تضطر الشباب تروح لهيك مواضيع. نعم. طب لكن انت كل هذه المواضيع علشتها بالمسرحيه تقريبا، وكيف كان تقبل الناس حسين لفكرتك؟ حبوا قالوا برافو هذا الشخص جريء؟ هلا لكون صريح، في بعض الناس اللي يعني مثلا دكاتره جامعات اساتذه انا دعيتها هيك كانوا متقبلين هذه الفكره وكانوا حابينها، في ناس فسرتها طلعت بعض المصريين فسرتها مبسوطه فيها مبسوطه من الافكار، في ناس حبت الجو العام بس ما فهمت كثير بالنسبه لهم هيدا نوع جديد لانه هي نوعيه المسرحيه مو دراما، هن مش معودين على واحد يطلع يحكي لحاله عم يمثل لحاله بدون ديكور بدون شيء انجا طاوله وكذا بالضبط. مش انه مثلا هن بالعاده الناس بتحب المسرح التفاعلي اكثر الشعبي اكثر اللي فيه نكت وفي موسيقى ورقص ايوه هيك قصص، مش هيك نوع وجديد عليهم تقريبا، بس بالمجمل كان في تقبل لانه هذا النوع معتمد على افكار بشكل كثير مكثف بالضبط، فمن هيك انه الناس كمان مش كثير معوده تفكر بالضبط، يعني معود مع اعتذاري يعني بس انه اكثر الناس معود توصل للاشياء بسهوله اي خلص يعني مهضومه خالصه يعني مش انه فانه انت تحك لهم راسهم انه شو قصده بهيدي الجمله اف هذا الشيء كثير جديد. طب انا كثير مبسوطه فيك لانه انت شاب صغير كان في يكون همك عادي يعني انه همك منه هم وطني بس انت عندك هذا الهم، منين جبت هيدي التربيه ولا انت تحلم بوطن؟ لا مش تربيه، انا احلم بوطن. يعني راح شوي مع القراءه مع الاطلاع للقصص اللي بتصير حواليه شوي، يعني اي حدا بيفتح السوشيال ميديا بشوف بلدان مثل باوروبا بدول الخليج هلا حاليا بشوفه بيطلع فيه بقول ليه بلدي بدوش يكون هيك وفي كل هالجمال وكل هالطبيعه وفي عنده عقول نيره اللي بدوش يكون هيك؟ نعم. بده يكون تابع بعده، يعني ليه بده يكون عندنا نحن مثلا الرئيس بيتغير كل 42 مره كل 42 سنه وليه بده دائما نضلنا عايشين تحت حكم ناس صاروا 30 سنه ما عاملين لنا شيء وسرقين مش انه ما عملوا شيء واخذوا منا كمان. سؤال اخير رح انهي فيه، الناس اللي يمكن عم تشرب القهوه ببيت عم بيقولوا شو عم يحكول انه مسرح شو بفيد المسرح شو بفيد المسرح يعني مدينه فيها مسرح ومدينه ما فيها مسرح شو الفرق؟ المسرح الفرق بيناتها هيدي فيك تقول المدينه فيها حياه هديك مدينه ميته فيهاش افكار فيها ثقافه، فاذا فلنحيي هذا الوطن طبعا ومدننا ومدن الجنوب ايضا بالمسارح. بدي شد على ايدك حسين وبدي شجعك في دعوه للناس يعني يحضروها بدها تنعرض اكيد حترجع الايام
ان شاء الله بعد شهر 6 حترجع تنعرض بس ببيروت، وحتنلعب مش مونودراما، حتنلعب مسرحيه كامله. نعم. مسرحيه مسجد الارضيه حتتولف كلياتها. نعم. حتنعمل بطريقه لبنانيه وحتنعرض ببيروت بدور. فاذا نوعد الناس ان يشوفوك على المسرح ببيروت ويشجعوك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.